السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد من قناة اسكنور. رجعتكم فيديو جديد، وبهذا الفيديو ان شاء الله راح اوريكم طريقة الحصول على الايتم سيربنت ايرينجز، وهذا ايتم راح يفيدكم حيل اذا تبون تقوون شخصية. المفروض صراحة يعني انا اسف اني ما نزلته قبل لا نزل السحة الرابعة، بس نسيته والله العظيم. بس هذا الايتم اللي يسويه شيء اسطوري، بعد كل 100 ذبحة يزيد الاتاك عندك، وما يزيد مثل الفاس اللي يعني يزيد لوقت معين بعدين يروح، لا هذا يعطيك اتاك بوست زائد 2، يعني يزيد الاتاك عندك ب2، يعني كأنك تاخذ سيف من قائد توك ذبحة اللي يزيد الاتاك، فهذا حيل مفيد. ان شاء الله راح اوريكم شلون تطلعونه، هو علشانكم تطلعونه راح تكونون لازم تكونون اقوياء وسريعين، فتحتاجون ريد هير وتحتاجون لاعب قوي، يفضل انه يكون عنده السلاح الرابع. ومثل ما قلت لكم يعني ماتشاو هو يمكن اسهل واحد انكم تطلعون سلاح الرابع، واذا تبون خيله سريعه عندكم هيكس ماركس اللي هي مات ليوبي، تقدر تطلعها من بدايه اللعبه فعليا. ودي انزل فيديو عنهم شلون يعني بسهوله تقدرون تطلعون، يعني تقدرون تخلون لاعبكم قوي حيل. بس المهم خلينا نبدا بالمرحله. لازم تلعبون مرحله هيفي اللي هي هذه باتل اوف هيفي، تلعبون ويا وو، مو مهم الصعوبه، بحطها ايزي، وتنقون لاعب قوي مثل ما قلت لكم يعني مو لازم عيد. خلنا نقي الحين لبسه مال الجزء الخامس، زهقت من الثالث. هذا من الثالث صح؟ اي من الثالث، ولا هذا من الثالث؟ لا هذا من الثالث، والله ما اذكر، معناته توني لعب فيه بس ما اذكر. خلنا نقي مال الخامس، مال الخامس انا احلى واحد عندي. اوكي الايتمز مثل ما وريتكم، خلوني اوريكم السيربنت ايرنج هذه شنو تسوي. خلنا نغير هذه، ليش عندي موسو ارمر؟ هذه خلوني اوريكم بس شنو تسوي باللعبه، بتنصدمون صدقوني بتنصدمون. اوكي الشروط هي لازم تذبحون شو هوانغ وشاهودان من دقيقه من ظهورهم، من وقت ظهورهم، يعني اول ما يظهرون على طول اذبحوهم. شو هوانغ اذا ما خاب ظني راح ينزل، وين قائد قريب عنده؟ اوكي راح ينزل تحت يويجن، زاويه تحت يسار، راح هذاك مكان شو هوانغ. ما اذكر متى يطلع صراحه، بس خلكم سريعين، انا راح اسويني بس اذبح القواد علشان مساعدينهم يروحون. لازم تذبحون شو هوانغ وشاهودان، شاهودان راح يطلع فوق زاوية على اليمين، فبالضبط يعني عكس اتجاههم، يعني واحد تحت يسار الثاني فوق يمين. فحاولوا انكم تذبحون واجد من الناس بسرعة، ما اذكر من اللي يطلع اول، اذا ما خاب ظني شو هوانغ، بس ما اذكر بالضبط صراحة. Serve as my tomb. I fight in the name of justice. بس لعبوا طبيعي لين يطلع واحد منهم. خلوكم قريبين عند واحد منهم. أنا صراحة أنا ترى بس قاعد أشوف الشروط وألعب، يعني مو قاعد أتذكر ولا قاعد أشوف فيديوهات شلون يطلعونهم الناس. اذبح هذا. شفتوا شلون بسهولة طلعونهم؟ ممكن يكون التحدي فيها اذا ما عندكم لاعب كذي قوي. بس يعني. اوكي خلنا ننزل الحين تحت ونذبح القائد يوجن وننزل ننطر شوفرا. ناخذ هذه
fight in the name of justice. ناخذ القلعة الحين. ما شفت البوابة. اعتذر عن الوقفة، بس كان طلع شو هوانغ على طول البحور. وعلى طول روحوا حق مكان شهودان اللي هو فوق يمين. راح يكون صوب يوجين. اوكي ها ممكن اذبحهم اثنيناتهم من دقيقة من ظهورهم شيء كذي اللي ما أذكر صراحة. أذبح يوجين. جانغ ياو ذا دام اتس اوفر اوريدي اي فايت ان ذا نيم اوف جاستس اتس ان امبوش تيرن باك اند ريبيلد ذا كامب. اوكي لحظه انت بيطلع هذا يا اخي. Don't you think you're being a little arrogant, Zhang Liao? يا Zhang Liao خلنا نذبح بسرعة. Ah, reinforcements. Okay. I'm gonna live and redeem myself, then die in shame. يلا يا شهودان. اوكي فتحت البوابة. Better head back. Have to protect my mask. الحين بس ننطر لين يجي الأخ. اوكي بس لازم ننطر شهودان. انا ادري انه يطلع فوق هني بس عاد متى يطلع هذا شيء ثاني.
سويت كل شيء الا ذبحت شاهودان. يلا يا حبيبي. صراحة ما اذكر اذا انا يمكن طلعت الايتم، خلينا نشوف. ناديتنا شاهودان لازم اذبحه، بس لا ما طلعت الايتم. يا الله ما بيعيد الفيديو مرة ثانية. اوكي صح، مسكر الجسر. انا بروح اخذ القواعد اللي تحت. بس صارت 8 دقائق تقريبا المرحلة، شلي من الطرهم. اتوقع يطلع الحين ممكن. طبعا هذه المرحلة اللي يبدع فيها جانغ لياو، يعني صج صج يبدع فيها. انا انصح اللي يبي يعرف اكثر عن تاريخ الممالك الثلاث، اذا انت تحب تقرا قصة ورسم وكذي حلوة، اقرا مانوا صينية او مان هواتش اسمها ويلات الزمان، The Ravages of Time. حلوة حق قصة الممالك الثلاث صراحة. يلا يا شهودان، وانا ما وريتكم الايتم شنو يسوي. اخ حسابه. بس هذا الايتم صدقوني اذا تبون تلفلون شخصية اعطوه الايتم هذا والعبوه. بس يلا انا صابت. ما يجي، خليني اخذ القواعد اللي تحت. امره طويل. شاهودان هو يمين اذا ما خاب ظني. ايه على طول راح بسرعة تحت، لان على طول مستهدف شاهودان. شاهودان مستهدف سنكوان. اوكي ذبحت شاهودان، يلا ون لايت كاهو. عنده قواعد سبحان الله. هذا مكانه. الحين بروح واخذ الايتم وان شاء الله خلص المرحلة والفيديو. انا بذبح قريب عند لميا علشان اوريكم الايتم شنو يسوي. انا اذبح ساخونغ. اوكي لاحظوا شنو يسوي هذا. اوكي ما راح يمديني. اوكي اجل خليها مع هذولي القواعد اللي تحت. اوكي لا في جنود هنا. اوكي لاحظوا اللاعب وشوفوا فوق راسه شنو راح يطلع الحين. الحين باقي لي 5 ذبحات عشان اوصل 400. هو كل 100 يعطيكم زائد 2، فشوفوا انت الحين. شفت شلون؟ زائد 2. كل 100 يعطيكم زائد 2. فهذا شيء راح حيل يزيد تطور اللاعب. راح يخليه يوصل اتاك فل بسرعة حيل. وانا بالعادة الديفنس يفول قبل الاتاك، فهذا راح يفيدكم حيل حق الاتاك.
واذا كنتوا تلعبون نورمال راح يعني شلون راح اقولكم، اذا كنتوا تلعبون نورمال راح تطلعون راح فجأة لاعبكم يصير قوي حيل، فلا تنصدمون هذا من الايتم. شوف شلون منخش الصندوق، هذا هو مكانه هنا. نذبح هذولي، نروح عند جانجلياو. كم مرة ذبح جانجلياو؟ مرتين صح؟ أنا ما أفكر كم مرة يطلع هني ونذبحه، بس إذا ما خاب ظني في شيء يعطونا شيء إذا ذبحناه كامل، إذا ذبحناه يعني كل المرات اللي يطلع فيها. بس شنو هو؟ والله ناسي. او ممكن مو بهالجزء صراحة، ممكن بجزء ثاني، بس هم يعني انا ادري ان في شيء، شنو ما ادري. خلنا نذبح الحين عشان خلص الفيديو، اذا خليته راح يذبح سنكوان قبل لا انا اوصل حق ساو ساو. Rather live and redeem myself than die, and die in shame. أنا بروح أطول حق ساو ساو عشان خلص المرحلة ونبدأ نصور الفيديو اللي بعده إن شاء الله، اللي هو صراحة ما أدري عن أي آيتم بيكون، بس بيكون عن آيتم عشان هو ما أدري، خليها مفاجأة حقي. ممكن نزل عن اللي يزيدكم لايف، ما يزيد الستات بس يزيدكم باللعبة يعني بالمرحلة، يزيد الأرواح كل 100 ذبحة بس ما يزيد واجد. لما تلعبون على إيزي كل شيء سخيف، كل شيء. على الأقل هارد كان في تحدي شوي. هذا هو، ان شاء الله استمتعتوا بالفيديو، اشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي. يعطيكم العافية على المشاهدة والاشتراك. ان شاء الله نشوفكم الفيديو الجاي، راح يكون عن ايتم بعد زيادة. لما اخلص كل ايتم ببدي بالاوربز، بعدين ورا الاوربز الخيول، فالخيول راح يكونون اخر شيء. انا منزل عن الخيل الحمراء فمو لازم انزل عنه مرة ثانية. ان شاء الله استمتعتوا واستفدتوا.